اسمي فاطمة نور توفيكجي، أعمل كمحاضرة في برنامج تقنية الأجهزة الطبية الحيوية قسم الإلكترونيات والأتمتة في معهد هاميدية المهني للخدمات الصحية في جامعة العلوم الصحية. هدفنا كبرنامج تقنية الأجهزة الطبية الحيوية هو تنشئة موظفين في مجالات مثل استخدام وإصلاح وصيانة وتجميع ومعايرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في الطب والعلوم البيولوجية. يحصل الطلاب المتخرجين من البرنامج على لقب فني أجهزة طبية حيوية. تماشيا مع هذا الغرض، نهدف إلى تدريب الأفراد الذين يمكنهم التفكير بشكل تحليلي ولديهم مستوى عال من المعرفة والمهارات، ويمكنهم العمل وفقا لروح الفريق ومتابعة التطورات التي تحدث في مهنتهم. يتم في المرحلة الأولى من برنامجنا إعطاء دروس مثل دروس الثقافة العامة وتقنيات التطورات وتقنيات المعلومات الأساسية ومبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة، بالإضافة إلى دروس في الإلكترونيا التناظرية والميكانيكا الحيوية والأطراف الصناعية ومقدمة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية. بغض النظر عن ذلك، يتم إعطاء الدروس النظرية المكثفة عن المجال في المرحلة الثانية ودروس تطبيقية. لدينا مختبرات يمكننا استخدامها للدروس التطبيقية خلال فترة التعليم التي تمتد لسنتين كأربع فصول دراسية. هذه المختبرات مفتوحة لعلوم الأجهزة اللازمة والأجهزة التي يستخدمها الطلاب. يستخدم طلابنا هذه الأدوات وورش العمل والمختبرات بشكل مكثف في دروسنا. لكي يتخرج الطلاب بنجاح من البرنامج، عليهم إكمال رصيد دروس معادل لـ30 نقطة في نظام تحويل الرصيد الأوروبي خلال الفصل الدراسي الواحد، أي 120 نقطة في نهاية الفصل الرابع، بالإضافة إلى القيام بتدريب صيفي لمدة 30 يوم. مدة التدريب الصيفي 30 يوماً، لكن يوجد لدينا أيضاً دروس تطبيقية خلال الفصل الدراسي. يستطيع الطلاب القيام بهذه التطبيقات سواء في مختبرات جامعتنا أو الذهاب إلى المختبرات في المؤسسات المتعاقد معها. يمكن لطلابنا المتخرجين من البرنامج العمل في المؤسسات الصحية الرسمية والخاصة وفي المختبرات وفي الشركات التي تقوم بتصنيع الأجهزة الطبية وبيعها وتصليحها وصيانتها وتجميعها. لا يمكن الاعتقاد بأن الصحة والتكنولوجيا مفصلة عن بعضهما. القطاع الصحي قطاع لا نهاية له وسنحتاجه باستمرار، لذلك ستكون هناك حاجة مستمرة للأفراد الذين سيقومون بصيانة وتجميع وإصلاح الأجهزة والأدوات التي سيتم استخدامها في هذا القطاع. سيكون للطلاب الذين سيختارون برنامجنا ميزة اختيارهم لبرنامج دائم الاستمرارية. سيحصل طلابنا على فرصة الممارسة في العديد من المستشفيات، لكون أن جامعتنا هي من الجامعات الحكومية الأولى والوحيدة المتخصصة في المجال الصحي، والارتباط مع العديد من مستشفيات الأبحاث والتدريب التابعة لوزارة الصحة. بغض النظر عن ذلك، يقع معهدنا في الحرم الجامعي مكتبي طبية شاهانة سليمية إسكودار. سيكون للطلاب الذين سيختارون الجامعة ميزة رائعة لكونها تقع في وسط المدينة، ولن يعانوا أبدا من موضوع المواصلات لكونها تقع على طريق مركبات النقل العامة مثل الميتروباص أو الحافلة أو الحافلة الصغيرة. أتمنى النجاح لكل الطلاب الذين سيدخلون الامتحان. نتطلع بصفتنا برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية بجامعة العلوم الصحية إلى الترحيب بجميع طلابنا في جامعتنا وحرمنا الجامعي جنبا إلى جنب مع موظفينا ذوي الخبرة. أتمنى النجاح لكل الطلاب الذين سيدخلون الامتحان.